السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة خبر نيوز. الجزائر تغرق الآن، فيضانات عنيفة تضرب الجزائر. ضربت فيضانات عنيفة اليوم العاصمة الجزائر، أدت إلى سيول قوية تجرف كل شيء أمامها، كما لم تسلم المقابر أعراض من ضررها. وسنعرض لكم في هذا المقطع أهم هذه الأحداث والتي تم تصويرها من طرف المواطنين. Thank you.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.